الجوائز النقدية الثمينة التي قدمت أيضا للمشاركين وأيضا والمنطلقين في هذا الشوط. نتابع المقدمة، وفي المركز الأول خلال هذه اللحظات هنا من تتواجد على الصدارة وعلى المركز الأول، رحيق على المركز الأول مشاهدينا الأعزاء، لا سيد سعيد بن سهيل بالذيوي الكتبي. ننتقل تنحى تاتي على المركز الثاني، عبيد بن مبارك بالحول الحارثي من ياتي بانطلاقه سمحه، بينما المركز الثالث الظبي تتواجد وغيرت الى المركز الثاني، لا سيد راشد بن عامر بن دعبوس المنصوري من يعلن بانطلاقه ايضا هذا الاسم خلال هذا المسار، بينما المركز الرابع هنا من تتقدم مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات، منصوره لا سيد الرامس بن سعيد بن رامس العامري من ياتي بانطلاقة منصورة بحثا عن الفوز والانتصار في هذا الانطلاق، بينما المركز الخامس هنا التدخلات من اختيار لا سيد مبارك بن خليفة بن زاهرة الخيالي من ياتي ايضا لاختيار منطلقة في هذا الشوط مع المركز الخامس، بينما المركز السادس هنا تتواجد صوغة لا سيد مطر بن محمد بن علي المنصوري من يعلن بانطلاقة صوغة في المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع تدخلت ايضا مشاهدينا الاعزاء في هذا الانطلاق الرائع والجميل، الكاسبيه لسيد سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي في المركز السابع، والمركز الثامن هنا تاتي عسيله محمد بن الصغير بالصايغ المزروعي من يعلن ايضا بانطلاقه عسيله في المركز الثامن، بينما المركز التاسع تتواجد ايضا شواهين لسيد سعيد بن محمد بن حوته العامري، والمركز العاشر تتدخل في هذه اللحظات انصيبة على المركز العاشر منتصبة ايضا في هذا المكان وفي هذا الموقع لا سيد سلطان بن حميد بن علي الكتبي من يقدم انصيبة خلال هذه اللحظات. هذا هو نداء الاول للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ويا ما من اسماء وشعارات وابكار محليات متواجدة خلف العشر المراكز المتقدمة منطلقة بامال كبيرة نتمناها بأن تتحقق دائما لدى كل المشاركين في هذا العالم الساحر، عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى من أعلنت بقيادة هذا الشوط ووجودها أيضا مع المركز الأول في هذا الانطلاق الرائع والجميل. مقدمة هذا الشوط والمركز الأول مشاهدين الأعزاء بشعار بدليوي على مقدمة هذا الشوط، من تعلن أيضا بوجودها على المركز الأول خلال هذا الانطلاق. هنا من تتواجد مشاهدينا الاعزاء حضرنا الكريم على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الاول من خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل، هنا تاتي رحيق على المركز الاول، رحيق الناموس الذي ياتي ايضا مع هذا المسار الرائع والجميل، ورحيق العايده ملكيته لسيد سعيد بن سهيل بدليوي الكتبي من يقدم ايضا رحيق على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصلت منصورة على المركز الثاني لا سيد رامس بن سعيد بن رامس العامري من ياتي بانطلاقة مشاهدينا الأعزاء منصورة في هذا الانتصار، بينما المركز الثالث تدخلت أيضا هنا اختيار مبارك بن خليفة بن زاهر الخيالي من يعلن بانطلاقة اختيار، اختارت هذا الموقع انطلقت مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع تاتي صوغة مطر بن محمد بن علي المنصوري والتدخلات أيضا في هذه اللحظات، وصلت الغزيلة محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري قادم لدى انطلاقة مشاهدينا الأعزاء، الغزيلة في المركز الخامس في هذه اللحظات، بدأت الأسماء تتدخل، بدأ الكل ينطلق في هذا الشوط، بدأ الكل يعلن بحضوره من خلال هذه اللحظات. هنا وصول أيضا مشاهدينا الأعزاء، أسود 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 تدخلت أسود في هذه اللحظات، منصور بن سيف بن راشد بن سالمين أرحمه من ياتي بانطلاقة أيضا مشاهدينا الأعزاء، السود في هذه المجموعة من السود المنطلقة مشاهدينا الأعزاء في أرضية هذا الميدان، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول من خلال أيضا هذا الانطلاق الرائع والجميل، من خلال هذا التحدي المثير
ورحيق، ما زالت على المقدمة، ما زالت على الصدارة، ما زالت على المركز الأول. هذه هي رحيق، ما زالت مع الصدارة، لتعلن أيضا مشاهدينا الأعزاء بقيادة هذا الشوط منذ بداية الانطلاقة سعيد بن سهيل بدلوي الكتبي، أحد أيضا مشاهدينا الأعزاء المهتمين بعالم سباقات العجن، لياتي بانطلاقة النوعيات الممتازة التي تظهر في قمة المراكز المتقدمة. بينما المركز الثاني تدخلت أيضا مشاهدينا الأعزاء الغزيلة محمد بن عبيد بن حصان المنصوري، والمركز الثالث السود تأتي على المركز الثالث في هذه اللحظات، في هذه التحديات الرائعة والجميلة، وانطلاقة مشاهدينا الأعزاء السود على المركز الثالث في هذا الانطلاق الرائع والجميل. يا سلام السود، منصور بن سعيد بن راشد بن سالمين أيضا برحمة من يأتي مشاهدينا الأعزاء بانطلاقة هذا الاسم مع السود اللي غيرت النتيجة، غيرت النتيجة، بدلت المواقع، أعلنت أيضا بالانطلاق خلال هذه اللحظات مع المقدمة مع الصدارة. الله يا سود، تدخل خطير مع المركز الثاني، اختيار اختيار مبارك بن خليفة بن زاهر الخيالي يأتي مع انطلاقة اختيار في المركز الثاني في هذه اللحظات، تدخل خطير على المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء. هنا وصلت ممدوحة محمد بن داني بن قطامي السويدي من يأتي بانطلاقة مشاهدينا الأعزاء، ممدوحة ممدوحة ترغب في مكان المدح، مدح أيضا الناموس هنا مع الصدارة. وما زالت تسود، 800 متر الأخيرة يا برحمة، خلاص وصلنا إلى الخطوط الأخيرة، إلى الأمتار الخطيرة لانطلاقة تسود على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. منصور بن سيف بن راشد بن سالمين بن رحمة من يأتي أيضا لدى انطلاقة تسود، تحركت الأسماء، ممدوحة على المركز الثاني، وصلت ممدوحة بهذا الأصول الرائع والجميل على المركز الأول. محمد بن داني بن قطامي السويدي من يأتي بانطلاقة ممدوحة، ما شاء الله تبارك الله، وانطلقت ممدوحة، انطلقت انطلاقة الفوز والناموس مع الأمتار الأخيرة، معلنة بهذه الانطلاقة الرائعة والجميلة، الانطلاق الرائع ولا أروع. هنا يأتي مع ممدوحة 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 على المركز الأول، ممدوحة تختطف سيارة هذا الشوط، تسجل النقطة الذهبية في أيضا مهرجان المرموم. هنا وممدوحة مع المركز الأول محمد بن داني بن قطامي السويدي من يعلن أيضا باختطاف ناموس هذا الشوط من خلال انطلاقة ممدوحة لتسجل أيضا هذا الفوز والانتصار، لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني أسود منصور بن سيف بن راشد بن سالمين برحمة المركز الثاني، بينما المركز الثالث اختيار مبارك بن خليفة بن زاهر الخيالي، والمركز الرابع أيضا مشاهدينا الأعزاء أتت في هذا الانطلاق الرائع والجميل رحيق للسيد سعيد بن سيل بدلوي الكتبي، والمركز الخامس أيضا مشاهدينا الأعزاء كانت محبة سيف بن أحمد بن خادم الرميثي. ما شاء الله تحدي رائع وجميل وانطلاق مميز للقائمة مشاهدينا الأعزاء، انطلاقة ممدوحة، فتهانينا والناموس للسيد محمد بن داني بن قطامي السويدي على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 9:12 جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، وممدوحة التي فاجأت الكل أيضا مع الأمتار الأخيرة، معلنة باختطاف ناموس هذا الشوط. المركز الثاني كانت تسود، أدت أداء رائع وجميل بتوقيت زمني 9:14 جزئين من الثانية، تهانينا والناموس أيضا لمالكها على هذا الفوز والانتصار منصور بن سيف بن راشد بن سالمين برحمة. بينما من أتت في المركز الثالث خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير بتوقيت زمني 9:17:5 من الثانية، تهانينا والناموس لمالك اختيار مبارك بن خليفة بن زاهر الخيالي، تهانينا والناموس لكل